طيب بس عم بينقال يعني انه قصه السيفي، طيب انه في سيفي والى اخره، بس المشكله انه ما في اجماع لانه صهرك. يعني في مشكلة لها علاقة بأنه عند البعض هو اسم مستفز أو اسم فاقع بين مزدوجين سياسياً لأنه صهرك. يعني في قسم من الناس هكذا ينظرون أنه هاي المشكلة الموجودة، بيكون صهري بيخسر حقوقه المدنية. طيب هذا التربية مش لازم نغيرها؟ مش لازم يجي يعمل ما نكسر النظرة أنه هو إيه شخص معلق فيه؟ أمتى صار صهري؟ تاريخ حياته أمتى صار صهري؟ وشوف تاريخ حياته والجيش، أنه بمجرد ما تزوج بنتي سقط من حقوق المدنية. شو الشعب الطز هيدا؟ شو السياسيين الطز؟ طيب بس أو نخرجهم يحكموا بدولة؟